لا يخلو الإنسان من ضد. الشيخ رحمه الله يقول لك ما يجعلك ترتاح، يصف لك الناس، يصف لك الأحوال التي تلعب بالناس، ويبين لك يعني كيف تلبس لكل حال لبسه. يقول لك لا يخلو الإنسان من ضد، من مناوئ، ممن يتناوله، ممن يتكلم فيه، ممن يعترض عليه، وإن حاول عزلة في رأس الجبل. لو ترك الناس أجمعين واعتزل في رأس جبل لوجد من الناس من يقول وش هذا الذي ذهب إلى رأس الجبل ويريد أن يسكت، يعني ولو تركهم جميعا لا يسلم من الكلام. بل حتى لو كان نبيا رسولا، حتى لو كان نبيا رسولا لا يخلو من ضد يعارضه ويعترض عليه. بل حتى لو كان رب العالمين فإن الناس تعترض عليه. فما قدرك أنت وما شأنك أنت الذي ترى أنه لا ينبغي أن يعارضك أحد، ولا ينبغي أن يخالف قولك أحد، وأنك إذا قلت وجب أن يستمع الناس أجمعوا لقولك، وإذا شفعت أن تقبل شفاعتك. هون على نفسك، لا يخلو الإنسان من ضد. هون على نفسك، لا يخلو الإنسان من ضد. وأنت إنسان من الأناس ولك أضداد. إذا عرفت هذا ارتحت، لم تفاجأ عندما تعلم يقال لك فلان يخالفك، فلان يعترض عليك، فلان يقول فيه. تقول هذه الحياة الدنيا ربنا لم إذ خلقها على هذا، على أن لا يخلو إنسان من ضد، وأن لا يسلم الناس جميعا لإنسان، فترتاح. هذا شيء طبيعي. نعم.